الفيديو بتاع النهاردة مهم جدا 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 لطلاب ثانوية عامة. ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفني انا كريم عفه، بقدم محتوى لايف ستايل وموتيفيشنال سبيكر. ادخل كده خد لك لفه في القناه، ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وشير، ويلا بينا ندخل في موضوع الفيديو على طول. اول امبارح جيت كنت في الشغل كده، فكنت واقف بره بشرب القهوه بتاعتي، فلقيت كده راجل كبير معدي فبيسالنا الستائر اللي بتتركب دي اللي هي بالريموت والكلام ده. فكان بيقول لنا يعني اللي لو في ستاره مثلا عندكم في المعرض مثلا مش شغاله بايظه، فانا ممكن اصلحها لكم. فقلت له والله احنا اسفين، احنا كده متعاقدين مع شركه ستائر، وهي لما بيكون في اي حاجه بعت ميل وبتيجي تصلحها. فقال لي لا عادي مفيش مشكله والكلام ده، بس انا كده اصلا بسعى ورا اكل عيشي او بسعى ورا رزقي. فالكلمه عجبتني قوي، فحتى قلت له طب ربنا يسهل لك ورب يرزقك بالحلال والكلام ده. عجبتني قوي فكره ان هو قالها، طب انا كده اصلا بسعى على شغلي واللي هو الكلام ده يعني. فدي اصلا حاجه حلوه جدا اللي انا قلت اعمل عليها فيديو للثانويه العامه او للطلاب بتوع الثانويه العامه اللي امتحاناتهم قربت شويه، ودلوقتي بقى هم في فتره الضغط النفسي واللي هم في بقى حمل عليهم ومراجعات وامتحانات. وانا كده اصلا كنت في ثانويه عامه من 3 سنين، فانا عارف الضغط ده كان عامل ايه معايا وعامل ايه مع الطلاب بتوع دلوقتي. الموقف اللي حصل مع الراجل ده عجبني جدا، ان هو مش فكره هو قاعد في البيت ومستني حد يتصل بيه يقول له معلش عندنا الستائر دي مثلا بايظه او عايزه مثلا تتظبط فتعالى ظبطها لنا. لا، هو بينزل في الشارع وبيعدي على كل محل وبيسالهم لو في مثلا ستائر بايظه اعملها لك انا، طب خد رقمي مش عارف ايه. الراجل ده بيسعى. فبرده نفس الكلام برده الطلاب ثانويه عامه او الطلاب عموما، انت المفروض بتسعى وتسيب الباقي على ربنا. انت كده في مثلا حاجه مثلا عليك المفروض تتذاكر، هتذاكرها وهتخلص فيها في المذاكره وهتتمكن منها، لكن النتيجه اللي في الاخر دي بتاعت ربنا. النتيجه بتاعت الثانويه العامه اللي في الاخر دي بقى اللي هي بقى الرهبه بقى، وان انت لازم تجيب زي ابن خالتك لما جاب 120% وحاجات غريبه كده، فدي بتاعت ربنا. ربنا كده اصلا حاطط كل واحد نصيبه ايه، وكل واحد كليته ايه، وهيطلع ايه، وهيتجوز مين، وكل ده. بس مش تبقى قاعد بقى في البيت ما تذاكرش بقى واللي هو تلعب بقى طول السنه وتقول لي ما هو كده اصلا ربنا كاتب لنا كل حاجه ومش لازم بقى ذاكر والحاجات دي. لا، هو المفروض انت بتسعى وتعمل اللي عليك والباقي ده على ربنا. يعني اذا كانت لك مثلا نتيجه انت مش عايزها او نتيجه انت عايزها، المفروض تقول الحمد لله ده اصلا مكتوب لك. ممكن يكون يعني انا ككريم انا كان نفسي ادخل اعلام وكان عندي هوس بالميديا ان انا ادخل اعلام، بس ما دخلتش اعلام، دخلت تجاره. بس ده فتح لي طريق ان انا اكمل على اليوتيوب، وان انا يبقى معايا وقت كافي ان انا منتج واتعلم حاجه جديده في اليوتيوب لو الكلام ده. لو انا كنت دخلت اعلام ما كنتش هلاقي الوقت ده، كان هيبقى كل تركيزي على الكليه. برده دي حاجه حلوه، وبرده زعلت في الاول، بعد كده قلت الحمد لله ولقيت ان ده الطريق كان خير ليا اصلا انا ادخل تجاره. فاللي انا عايز اقوله لكم اللي المفروض ما تزعلوش اصلا او ما تحطوش على نفسكم العيب ان هو النتيجه هعمل فيها ايه. لازم اجيب درجه عاليه، ماشي، انت لازم تكون خايف عشان تذاكر، لكن مش خايف لدرجه ان انت خايف بقى من حياتك كلها، اللي انت بقى لا انا خايف اجيب درجه وحشه، لا انا مش عارف ايه الكلام ده. المفروض اصلا تبقى هادي جدا، عندك نسبه الخوف اللي انت بتذاكر بيها كفايه انك تدخل الامتحان وانت عارف الاجابات، لكن مش الخوف اللي مسيطر على حياتك كلها. زي ما قلت لكم انت المفروض بتسعى والمفروض بتذاكر اللي عليك اول باول، وما تتركمش حاجه عليك وما تهربش من الدروس. كنا بنعمل الحاجات دي زمان يعني، وانت هتلاقي نفسك فاهم، هتلاقي نفسك ربنا بيديك اشارات اللي انت ماشي كده صح. وزي ما قلت المفروض انت بتسعى وبتذاكر اللي عليك وبتعمل اللي عليك والباقي ده على ربنا. كده ربنا مش هيظلمك، ربنا مش هيظلم حد، ومش هيساوي اللي ذاكر باللي ما ذاكرش. وهتقول لي مثلا ما هو في ناس ما بتذاكرش وفي الاخر بتنجح ومش عارف ايه، ماشي، هو ربنا برده كاتب لها كده، بس اهم حاجه انت تعمل اللي عليك عشان تبقى قدام نفسك وقدام عيلتك وقدام ربنا انا عامل اللي عليا ودي بقى بتاعت ربنا. بس ما جيش انت كنت ما بتذاكرش خالص وتقول لي اصل انا كنت سايبها على ربنا وكان ده، ماشي سيبها على ربنا، بس على الاقل اعمل اللي عليك. المفروض اصلا تعمل اللي عليك. الثانويه العامه دي اصلا فتره في حياتنا، بس اللي هي مش هتاخد حياتنا كلها. اول ما تدخل الجامعه اصلا الناس كلها هتنسى الدرجه اللي انت كنت جبتها، وهتنسى اصلا الضغط النفسي اللي انت كنت فيه، وهتنسى كل ده، وخلاص بقى هيبقى فتره وعدت، اللي هو مش هكمل معاك حياتك كلها يعني. واحب اوجه رساله بالفيديو ده لكل راجل شغال وبيسعى على شغله وبيسعى على العمل بتاعه، زي الراجل بتاع القصه في الاول خالص كده. الناس دي المفروض نشيلها فوق راسنا. الراجل ده مش قاعد في البيت مستني شغل لما يجي له، لا هو بينزل في الشارع وبيسال والكلام ده. بيعجبني قوي الفكره دي، حتى انا احترمته جدا اللي هو هعمل عليه فيديو، لازم اعمل عليه فيديو. ولو انت طالب في ثانويه عامه هتلاقي اي هنا او هنا حاجه من الاثنين يعني، هتلاقيهم بيتكلموا عن الثانويه العامه. انا كنت عاملهم السنه اللي فاتت، عملت كذا فيديو كده هينفعك وهيعجبك جدا في الفتره اللي انت فيها دي دلوقتي. شد حيلكوا، خلاص ما فاضلش كتير، فاضل 4 أو 5 شهور والموضوع كله يخلص والمشكله كلها تخلص بتاعت الثانويه العامه وعقبه الحياه اللي انتوا فيها دي، اللي هو بقى امتحان كل اسبوع وكل حصه وضغط نفسي وامتحان ومش عارف ايه وحصص كبيره وفلوس وكده. كل ده خلاص هيروح، كل ده بعد
بعد 5 أو 6 شهور. فركزوا بس دلوقتي عشان دي اصعب فتره. انت الفتره دي لا اما هتكمل فيها, واصلا السنه بتاعتنا كانت المدرسين بتقول ان الفتره دي اصلا تقريبا بتغير حياه الطلاب كلها. لا اما طالب مثلا بيذاكر من اول السنه وجه دلوقتي اكتئب بقى وزهق وخلاص بقى طلع الطاقه اللي عنده كلها فمش هيكمل, وفي طلاب اصلا ما كانتش بتذاكر من الاول خالص وجاي دلوقتي بقى تعوض, جاي دلوقتي بقى تلم بقى المنهج, دي بتنجح فعلا في الاخر. فانت المفروض يبقى عندك طاقه انك تكمل بس الباقي ده, خلاص انت كده عديت وقت كبير قوي, فاضل وقت قصير خلاص, فانت خلصه كده وهتلاقي الحياه سهله وربنا يوفقك يا رب كده وتجيبوا كده الدرجات اللي انتوا عايزينها وتدخلوا الكليات اللي انتوا نفسكم فيها ان شاء الله. وتقريبا الفيديو ده قصير بس حبيت ان انا اعمل فيديو عن الموضوع ده عشان حسيت ان هو مهم جدا, وطلاب ثانويه عامه بتتعلق في اي كلمه تحفزهم, اي حاجه تحفزهم بيروحوا لها خلاص, فقلت الفيديو ده ممكن ينفع. وبس كده ما تنساش تعمل فولو الحاجات اللي هتظهر تحت دي كده هتنفعك جدا. وبس كده دوس يا كوتش, السلام عليكم.